مساء الخير، معكم مهندس سامر رائي من قناة ديزاين تيوب. موضوعنا اليوم راح يكون على برنامج الأدوبي أفتر إفكت. اليوم راح نشتغل على بروجكت جاهز يخص اللوجو. هذا اللوجو أو هذا البروجكت يسمى بالجلتشينج ريفليكشن لوجو، تكنيك معروف ومشهور أكثر الناس تستخدمه، خاصة الناس اللي تلعب جيمينج ممكن يسوون هذا التأثير على اللوجوهات الخاصة بهم، يعني قبل ما يبدأ الجيم وهاي التفاصيل. فأنا شفت مهم جدا أن يكون من ضمن الملفات الفري اللي ممكن أوفرها للناس اللي تابعوني أو كل الناس اللي ممكن تحتاج هذا الشيء بدون ما تتعب وتروح تدور على ميوزك وتدور على glitching أو logo. مجرد يحط اللوجو مالته ويصير التأثير موجود عنده ويصير اللوجو موجود عنده ويستخدمه كأنترو كلوجو خاص بي وكل هاي التفاصيل. حتى نبدأ مبدئيا قبل ما نفتح الافتر افكت راح نفتح الملف اللي راح تلاقيه تحت الفيديو حتى بس تفهم التفاصيل اللي موجودة بالملف. هذا الملف هو هذا اللي دا تشوفه، راح يظهر عندك يعني الافتر افكت تامبليت زادن الفايل، اكيد هذا الشورت فول فيديو ما راح يكون موجود. المهم انك الفايل هنا اذا تفتحه راح تلاقي اشياء كثيرة. الميوزيك راح تكون هي موجودة حتى تكون هي الصوت اللي موجود مصاحب لللوجو. وهنا انا مشتغل ثلاث لوجوهات على ادوبي الستريتر ومبقي للالستريتر الملف، لان انت ممكن اذا حبيت تفتحه وتشوف يعني تستفاد من الالوان التشكيل، او يعني ممكن يفيدك حتى تصنع اللوجو الخاص بك مثل ما انا سويت بهاي اللوجوهات الثلاثة. بعدها هذا اللوجو طبعا انا ساحبه من الفري بيك اعتقد من زمان، يعني فممكن ما يكون موجود من ضمن الفايل لان ممكن انا استخدمه باشياء خاصة بي بصراحة ما اريد، يعني انت مجرد تخلي اللوجو مالتك. المهم هذا الملف اللي راح انت تنزل بيه اللوجو مالتك قبل ما تفتح الافتر افكت، ضروري حتى ما تتعب كثير، حتى مجرد راح الافتر افكت يفهم انه هو من ضمن هاي الملفات، لان هو البروجكت لما تحمله يكون موجه على هذا الفايل. اوكي، بعدها هنا عندك اذا ترجع ورا تلاقي الافتر افكت تامبليت، تلاقي بيها الافتر افكت هاي، تلاقي هنا الاسيست شغلتين انت ما يحتاج تسوي بهن اي شيء او ما تسوي بهن شيء فعليا لان هن من ضمن البروجكت الخاص بالافتر افكت فما تسوي اي شيء. هنا هذا الاوتو سيف انا راح احذفه حتى ما يكون موجود عندك، لان هسه من السيف يتكون هذا الملف داخل البروجكت. انت راح تلاقي خمس اشياء انت ممكن حسب الاصدار اللي عندك، 2015 افتح هذا، 2018 افتح هذا، سي سي افتح هذا، سي اي 6 افتح هذا. لكن اذا تريد تسوي الشيء اللي انا سويته فانت افتح اللي هو باي مهند، تشوف 2018 باي مهند، مجرد تضغط عليه ضغطتين راح يظهر عندك بهذا الشكل. هسه هذا الفايل اللي احنا استدعينا او راح يكون من ضمن البروجكت. هسه انت من تفتح هاي الاشياء ما راح تلاقيها مشتغلة وواضحة بهذا الشكل، لسبب انه انت عندك السي او الدي، يعني مخلي الفولدر مالتك على يعني اسم الكمبيوتر مالتك، الامتداد اللي هو فاهمه الادوبي افتر افكت ما يكون نفس الامتداد اللي عندي اكيد، يعني كل شخص يختلف. فانت اللي تسويش انه مجرد اي وحدة منهن او اللوجو مالتك انت وين خليته فرضا، انت اي وحده من هنا اضغط كليك يمين وسوي هنا اللي هو ريبليس فوتج. اوكي، فايل اضغط راح يوديك على الكمبيوتر مالتك، راح تروح وتختار الفايل وين سيفت انت هذا البروجكت ككل وين سيفته. لما يظهر عندك تدخل على فايل ويكون انت عندك اللوجو، اتفقنا انه انت تخليه بهذا المكان، مجرد تضغط على اللوجو مالتك ضغطتين فرضا هذا هو، راح كل الاشياء هاي حتى الصوت والميوزك وهاي الاشياء راح تتفعل وتظهر. ليش؟ لان هو فهمها من ضمن الفولدر، يعني هو وجدها ما دام تشابه الاسامي، هي موجوده الاسامي عنده هنا داخل البروجكت لكن ما الها مصدر، انت ما دام وجهتها للمصدر راح يصير تعريف للاسم زائدا التكوين اللي هو الماتيريال اللي هو لوجو او ايمج او بي ان جي او ميوزك، فهمتني؟ فكل شيء راح يتفعل. وحتى اذا ما هذا انت استدعي الفولدر اللوجو مالتك اضغط ضغطتين بهذا المكان واستدعي، اذا ما ردت تخليه بهذا المكان بغير مكان واستدعي وكل شيء ينتهي. مجرد تستدعي اللوجو مالتك راح بعدها شو تسوي؟ تروح على اللوجو بليس هولدر هذا. طيب فنفترض انت هسه هذا ما عندك اللوجو، راح اسوي ديليت وهذا راح اسوي ديليت، راح يكون ما عندك شيء فرضا هو هذا اللوجو مالتك، جيبه نزله تحت. اوكي، راح يكون حجمه كبير، مجرد تضغط اس من الكيبورد وهنا مجرد تسوي فرضا اي شيء، لان الحجم حسب الحجم انا اعرف انه 37 ممكن يجيبها سنتر، فانتهى الموضوع ما سويت اي شيء، انا مجرد خليت اللوجو هنا. اذا بس ارجع على الفاينل كام مالتي راح يكون موجود اللوجو مالتي وراح يكون له تاثير. هسه هنا انت الحجم انت تتحكم به، اذا تريده اصغر فصغر هذا الحجم،
لكن انه انصحك يكون على قد الكامب اللي هو احنا مشتغلي هنا. اذا تريد تعرف ايش قد حجم الكامب هذا او اذا تريد تكبره كبره، لكن ما انصحك. الكامب سيتنج هنا راح يبين عندك ايش قد الحجم، 800 × 600. انت ممكن تسوي اكبر اصغر، لكن هو هذا الحجم المناسب. تمام، انتهينا من هذا الموضوع. يبقى شغله واحده، انت ممكن الصوت ما عندك ما تشوفه مناسب او تريد تغير بيه او تريد تحط صوت انت تشوفه انسب، هذا الموضوع عائد لك. اذا تريد تسوي هذا الشيء فانت تفتح القفل منه. اذا ما تريد الصوت تسوي له ديليت من الكيبورد اشره، واذا تريد الصوت انت ممكن تفتح هذا السهم قرب وتبعد اذا تريد تشوف الحركه يعني تتناسق ويا ظهور اللوجو وهاي التفاصيل، فانت ممكن تسوي هذا الشيء. اذا حبيت انه توطي الصوت فانت عندك هاي موجوده الاوتو الاوديو ليفلز، انت ممكن تقلله او ممكن الصعده الزايده. انا دائما اخلي صفر يعني مثل ما موجود، مثل ما سحب الميوزك راح اخليه. اذا ما عندك هاي الشيء ظاهرات انت افتح هاي القوائم اللي تحت راح يبين عندك، ما اعرف مبينات بالزاويه، او اضغط F4 من الكيبورد راح تبين. تمام، وما عندك اي شيء. ممكن حتى اذا تدي تسوي بالبدايه مثلا هنا بهاي النقطه، اذا تدي تسوي انه واتش ستوب فرضا وتريد تسحب هنا وتريد تسوي الدخول مالته هين او يعني سموث اكثر، فممكن تسوي هذا الشيء وتروح على النهايه وهماتي انت تضغط هنا وتسوي واتش ستوب والنهاية تقللها وراح يصير يعني دخول وخروج هادئ. إذا ردت أنا ما أسوي هذا الشيء إلى أن أشوفه كل شيء تمام. كل اللي أسويه هو هذا الصوت، هو هذا اللي استخدمناه اللي هو هذا. أوكي، أنت عندك صوت ثاني موجود بالفولدر، إذا تريد تشوفه ممكن يفيدك، يعني يكون ما باختلاف بس بصراحة ممكن شيء بسيط هيك شيء. طيب هذا كل اللي تسويه، ممكن تغلق الفايل مالتك، ما تحتاج اي شيء، كل هاي الاشياء ما تحتاجها. هسه يبقى شلون تصدر الفيديو حتى يكون فيديو عندك ويصير انه كفيديو نهائي. سهل جدا الموضوع، وانت مأشر هنا على الجايد او على اي مكان، تروح على كومبوزيشن يعني، وما يحتاج تختار الميديا انكودر لان هو شغله يعني اعتقد 7 ثواني 8 ثواني، فاختار اد تو رندر كيو كنترول زائد ام وراح تظهر عندك هاي الاخيره. اكيد انا راح احذف لك هذن حتى ما يبينن عندك، لانه بصراحه اذا سيفت الفيديو راح يبينن عندك. تمام، راح يطلع لك 3 خيارات. هسه الخيار الاول هو بيست سيتنج، انت ما تسوي اي شيء بيه، تبقي بيست وكل شيء تمام. الخيار الثاني هذا اللي تحت هو هذا المهم، الاي في اي سوي كويك تايم. اذا ما عندك كويك تايم حاول تنصب الكويك تايم، تفتح البروجكت مرة ثانية اعتقد راح تلاقيه موجود. بعدها هو اهم شيء يكون RGB لان احنا راح نصدره مع الخلفية، لو ما كانت اكو خلفية فنصدره يعني الفا فنختار الخيار الثاني. تمام، وبعدها نضغط على الفورمات اوبشن هنا، اتأكد انه يكون انيميشن ما ابي اي شيء، وتضغط اوكي. هذا كل اللي تسوي. بعدين هنا الصوت، مدام انت رايد الصوت يكون مع الفيديو اذا رايده، لان مرات اكو ناس تقول لك انا من اشتغل بريمير اخلي الصوت ما اخليه هسه، فهذا الموضوع يعتمد عليك. انا مسوي اوتو، ليش مسوي اوتو؟ اذا اكو صوت راح يقبل صوت، اذا ماكو صوت ما راح يقبله. اذا انت موجود عندك صوت بس ما تريده يظهر ويا الفيديو تسوي هذا انه الاوتبوت مال الاوديو اوف، او الخيار الاول راح يكون اون بكل الاحوال. انا مخلي اوتو ما غير اي شيء، وهاي الاستيريو ما اعرف ايش ما حاجه تغير بيهن. وهنا بس انه تضغط على الفاينل كامب نهائي بالنهايه وتنطي اسم، مثلا تنطي رقم 5 اوكي، وتسوي له سيف فرضا اوكي. ريبليس يقول لي ريبليس، اقول له ماكو مشكله، او انت تنطي اي اسم. وبعدها مجرد تضغط على هاي الرندر راح يمشي الرندر وراح يكتمل. انا ممكن احذف هاي الرندر حتى ما يبين عندك، وراح يكتمل. وبعدين اعتقد راح يكتمل وراح تلاقي انه الفيديو او اللوجو هذا صار على شكل شورت فيديو او فيديو قصير مدته 7 ثواني 8 ثواني. هذا كل شيء بالنسبه لدرس اليوم. كل الملفات راح تكون تحت الفيديو مكتوب، راح تلاقي داونلود بروجكت، بس انزل وحمل هذا اللينك ونزله عندك وراح ينتهي الموضوع مثل ما تكلمنا. واذا عندك اي سؤال ممكن يعني تسالني، اعتقد الشيء تافه وبسيط وسهل ما يحتاج لاي شيء. انا بس احاول اخلي بعض الفيديوهات اللي تكون مجانيه مثل لوجو، ممكن راح نشتغل اشياء كثيره بصراحه حتى الناس تستفاد منها مباشره، ما تحتاج انه يعني تسالني ممكن تساعدنا او تشتغل لنا او ما اعرف ايش، لان اكيد انا ما عندي وقت لهاي التفاصيل الا اذا كان العمل تجاري ويستاهل ويسوى، ممكن واحد يعني يفكر بيه او يعني خليه من ضمن الجدول مالته. فبالنهايه اتمنى لكم كل الخير. كان معاكم مهند السامرائي من قناة ديزاين تيوب، مع السلامة.